وهدى وربط للقرآن. الإنسان له حقيقة وله صورة اللي هي المظهر. حقيقة الإنسان هي روحه، هي اللطيفة الربانية التي خلقها فيه. إذا خرجت هذه الروح صار هذا الجسد يسمى جسم، ما يسمىش إنسان. يعني حتى لما أبوك يموت تقول حندفن الجثة إمتى؟ ما تقولش حدفن أبويا. ليه؟ لأن خرج السر اللطيف منه الذي به يكون أبا، به يكون إنسانا. أبونا آدم كان عبارة عن طين صلصال من حمأ مسنون، كان طين ولم يكن آدم على فكرة. فبقى آدم إمتى؟ لما نفخ في الروح. فالروح هي السر الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان قيمته، ويعطي هذا الإنسان رتبته التي بها يخاطبه الله. فالله لا يخاطب الطين، بل يخاطب الروح التي سكنت في الطين. الروح أمر لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. والله يقول ألا له الخلق والأمر، فتكون الروح من عالم الأمر، عالم كن فيكون، عالم الأمر. كنهاها غير معلوم، يعني الإنسان يشعر بأثرها ولكن لا يستطيع أن يعرفها أو يمسها أو يذوقها أو يشمها، لكن أثرها لا ينكره منكر. وهي أيضا متعلقة بالجسد وليست حلة في الجسد، لأن لو كانت حلة في الجسد كان الإنسان لما يتعرض لحادثة ويقطع منه أعضاء من جسمه يشعر بنقص في روحه. لكن ده جسمه ينقص وروحه هي هي، يعني يفوق من العملية وقطعوا له رجلي وقطعوا له ايديه وعقدوا منه أجزاء ويقول له أنت مين؟ يقول لك أنا محمد. فضل محمد هو مش حاسس إنه في حاجة نقصت إلا لما ينظر لجسمه بس. يبقى الروح ليست حالة في الجسد، حلول حقيقي، سكنة حقيقية، لأن لو كانت تسكن في الجسد لنقصت بنقص الجسد، ولا مرضت بمرض الجسد، ولا شيخت بشيخوخة الجسد. تجد الإنسان اللي عنده 80 سنة روحه حاسس إنه لسه شاب زي ما هو، مش شاعر بسنه. حتى إنه لما يقعد مع واحد من أقران اللي عنده 80 سنة زيه اللي كانوا قاعدين في الفصل تلاقيهم بيتكلموا كلام كانهم شباب، وهم في نظرك أنت ناس عواجيز كبار. إيه ده؟ ليه؟ لأنه هو روحه لسه مش حاسة بالزمن. الروح لها زمن مختلف لأنها من عالم الأمر. أما الجسد فهو من عالم الدنيا، من عالم الطين، فيظهر عليه أصل الزمن، إنما الروح ما يظهرش فيه عالم الزمن. الروح لها أول ولا آخر لها، والجسد له أول وله آخر، فتختلف الجسد عن الروح تماما. الروح من عالم الشهادة، الروح من عالم الجبروت، مش الملكوت كمان، دي أرقى من الملكوت. لأن عندنا عالم الشهادة اللي هو عالم الحس، ده اللي فيه الأجساد والصور بأي صورة ما شاء ركبك. يبقى ربنا بيكلم الإنسان، يا أيها الإنسان لك صور متعددة، لكن أنت الإنسان بيكلم حقيقتك مش بيكلم صورتك. ده بيكلمك وأنت قبل ما تتولد وأنت في عالم الذر، وبيكلمك وأنت في بطن أمك، ويكلمك وأنت صبي، ويكلمك وأنت دارب، ويكلمك وأنت شاب وأنت شيخ، ويكلمك وأنت في قبرك، ويكلمك يوم البعث والنشور. فأنت كما أنت من حيث الحقيقة، ولكن طرأت عليك صور كثيرة. فالصور دي بتطرأ في عالم الشهادة. لما دخلت الروح وتعلقت بالجسد، تعلق لحد الآن مش معروف، لا الطب عارف يقيسه، ولا الطب عارف يدركه، ولا الإنسان نفسه عارف يوصفه. يعني هي بالريموت كنترول بتحرك الجسد يعني من بعيد لبعيد كده، ولا هي ليها اتصال بالجسد في كمال الانفصال، متصلة منفصلة في آن واحد كصورتك في المرآة. لو تحركت من أمام المرآة زالت صورتك من المرآة، ولو وقفت أمام المرآة ظهرت الصورة، وإن كنت لست متصلا في المرآة ولست منفصلا عنه. فهم؟ ففي أمور فوق العقل. فإذا كانت الروح فوق العقل من حيث إدراك كنهاها، يبقى علينا أن نعرفها بأثرها وصفتها.
لأننا مع الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى هو الذي خلق الروح. كذلك لا ندرك كنه الله، ولكن نعرف الله من خلال صفاته وأسمائه وآثاره. كذلك الروح تدرك من هذه. فالله خلق لك روحا لتدرك أن هناك مخلوق لا يدرك، فتعلم أن الذي خلقها من باب أولى لا يدرك. لما التقت الروح بالجسد، هذا الالتقاء اللي احنا مش عارفين كيفيته بالضبط، ربنا رمزه بكلمة نفخنا فيه من روحه، رمزه بكلمة النفخ. تكون القلب، يبقى القلب تكون من الجسد والروح، لما التقوا مع بعض تكون القلب. القلب له عينان، عين على الروح وعين على الجسد، لأنه أصبح له إيه؟ أصلان، أصل روحاني وأصل إيه؟ جسماني أرضي. فصار القلب يتقلب بين متطلبات هذا الجسد الأرضي، فتظهر في صورة الشهوات، جعان يأكل، عطشان يشرب، بردان يلبس، يريد الزوجة، يريد المنصب، يريد المال، يريد السكن. يبقى ده دي متطلبات الجسد، لكن الروح تريد أصلها، تريد الرفعة، تريد العلو، تريد العلم، تريد الإدراك، تريد المعنى. غذاء الروح معاني، وغذاء الجسد حس، لأن الجسد حسي، فغذاء وحس، أكل وشرب وتقعد تنضغ وتبلع وتعمل. لكن الروح غذاءها ذكر الله، غذاءها المعاني الراقية، التوكل، التفويض، الرضا، التسليم، الذكر، التعلق بأصلها وبباريها. فعلشان كده القلب سمي متقلب، ليه؟ لأنه يتقلب بين حاجتين، شيء عالي قوي متطلبات الروح، وشيء سفلي قوي ومتطلبات الجسد. فصار القلب متقلب، سمي متقلب لها. مجموع الروح مع الجسد وظهور القلب ظهرت النفس. يبقى الروح مع الجسد عمل القلب، والقلب نبتت فيه النفس. فالنفس هي اللطيفة الربانية التي نتجت من التقاء اللطيفة الروحانية بالإيه؟ بالجسد، فتكونت النفس. أصبحت النفس دي لها تطلعات ولها احتياجات. بيّن الله أن النفس سبع مرات في القرآن، النفس في القرآن سبع مرات. قال في نفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، ودي نفس الكافر. وقال إن في نفس لوامة وأقسم بها، يبقى ذكر الأمارة وزمها، وذكر اللوامة وأقسم بها لعظم شأنها. والنفس اللوامة هي نفس المؤمن أول ما يدخل في الإيمان، يبقى نفسه لوامة. لماذا؟ لأن يبدأ يدرك أن هناك تكليف وأن هناك تقصير في هذا التكليف، فتلومه نفسه من أجل التقصير في التكليف، فتنشأ النفس اللوامة. إنما الكافر لا يدرك التكليف، فنفسه تأمره فيسير على هواها، ولا يوجد سبب للوم حيث أنه لا تكليف عنده، لا يشعر بالتكليف. يبقى مجرد شعورك بالتكليف تنشأ منه النفس اللوامة. مجرد إدراكك أنك أنت عبد لله، وأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون نقيا تقيا، وأن نفسك أحيانا تطلب منك أشياء حيوانية خسيسة، فتنشأ النفس اللوامة بين الخسيس وبين الرفيع، فتلومك كلما ركنت للخسيس، وتستريح كلما ارتفعت إلى الرقي والعلو. يبقى أول حاجة النفس الأمارة وذكرها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هو بيها تدخل الإسلام، لأن النفس اللوامة أصلها كفر، فذكرها ما يدخلها في حظيرة الإسلام والإيمان، اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده ذكر النفس الأمارة. فإذا دخلت في اللوامة عرفت ربها، فيبقى ذكرها الله 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 هكذا.
ارتقت النفس اللوامة واطمأنت لمراد الله منها ورضيت بقضاء الله فيها، فصارت نفسه مطمئنة. قبل النفس المطمئنة مرحلة لطيفة بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة يسموها النفس الملهمة، فألهمها فجورها وتقوى. يبقى دي مرحلة لطيفة على فكرة، قد لا تدركها، تمر بها بسرعة ما تدركهاش، لكنها موجودة. لأن لا تصل لنفس المطمئنة إلا إذا كانت نفسك ألهمتك بالحقائق، فمررت بالإيه؟ بالإلهام، وألهمتك بالمعاصي فتجنبتها، فألهمتك بالفجور فأدركته فتجنبته، وألهمتك بالمعالي فسرت فيها، فصارت نفسك بعد ذلك مطمئنة. ذكر الملهمة الله، وذكر المطمئنة حي. اللوامة، اللوامة تقول الله، والملهمة تقول الله حي، والمطمئنة ذكرها قليل. وأحيانا يبقى ذكرها هو، لأن دي مراتب على فكرة، مش على سبيل الجزم كل حال مرتبة لها ذكر معين على سبيل الجزم. فممكن تبقى نفسك مطمئنة وتذكر تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتستفيد، لأنه هو ذكر المبتدي والمنتهي، خد بالك. لكن دي مراتب فقط، مجرد مراتب للتعليم وليس لإدراك الوقائع الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدرك هذا حقيقة، لكن إحنا بمجرد بنوصف، واللي يصف قد يعني يجيد في جوانب وقد يقصر في جوانب أخرى، هذا هو حال الواصف. فإذا كانت نفس يبقى كانت لوامة، أمارة فلوامة، فملهمة فإيه؟ فمطمئنة. فلما تصير مطمئنة ترضى فتبقى راضية، فإذا رضيت أرضاها الله، لأن من رضي له الرضا، حديث يقول كده، من رضي له الرضا فتبقى مرضية. فلما تبقى راضية يقوم ربنا يرضى عنها فتبقى مرضية، فتنتقل للمرحلة الأخيرة المرضية، تبقى ذكرها قيوم. في الغالب، وخد بالك، المفروض الإنسان لا يحرم نفسه من كله. ليه؟ لأن الإنسان في لحظات في حياته تبقى نفسه أمارة، وبعد لحظة تبقى نفسه لوامة، وبعد لحظة تبقى نفسه مطمئنة، وبعد لحظة تبقى نفسه ملهمة، وهكذا. فالإنسان في تقلب باستمرار. يعني النفوس دي مش مجرد انك انت ركبت نفس معناها قعدت فيها وخلاص ونسيت اللي فات، لا غلط، انت مش فاهم، تبقى مش فاهم حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان في دوام التغير، الدائم الباقي هو الله، الدائم الباقي هو الله. لكن لما يغلب عليه في دوام التغير حالة، يعني هو مثلا بيقعد 24 ساعة، 6 ساعات بتبقى نفسه مطمئنة مثلا، وخمس ساعات بتبقى نفسه ملهمة، وساعتين بتبقى أمارة بالسوء، وساعة واحدة بتبقى نفسه راضية، وخمس دقايق بتبقى مرضية، ودقيقة بتبقى كاملة. فيبقى أغلبها إيه هنا؟ الخمس ساعات دي أكتر. يبقى نقول مقامه هنا، وإن كان هو مش محروم من باقي ده، هو بيدوق كله في وقت واحد، ده ربك بيدوقك كله في وقت واحد. فوصلنا كده نوصل للنفس الكاملة، اللي هو ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللي هي جنة المعارف قبل الزخارف، اللي هي دي النفس الكاملة، اللي هي نفوس الأنبياء والصديقين، نفوس الكاملة. والنفس الكاملة نفس، وكل نفس في مرتبتها مراتب. يعني النبي اللي نفسه كاملة مش زي الرسول، فالرسول أعلى من النبي، النبي نفسه كاملة والرسول أعلى نفسه كاملة، لكن كمال الرسول أعلى من كمال النبي،
وكمال نبينا أعلى من كمال باقي الأنبياء. فأعلى كمال في كل مرتبة من مراتب الكمال هو نبينا نمرة واحد، يلي باقي الخمسة أولي العزم، ثم باقي الأنبياء على ترتيب يعلمه الله. فلما ننتهي مراتب الأنبياء تدخل المرتبة الصديقية، يجي سيدنا أبو بكر، واخد بالك؟ ثم سائر الصديقين من كل أمة ومن كل عصر ومن كل مصر. بعد كده نخش في مراتب الأولياء، والأولياء نفسهم مراتب. فسبحان الذي عدد المراتب لتعدد التجليات، لأنه لا يوجد تجلي يشبه الآخر، ولا توجد نفس تشبه الأخرى. زي بصمات الأصابع لا تتكرر فالنفوس لا تتكرر، وأيضا المراتب لا تتكرر، بل أحيانا تبقى مرتبتك النهاردة نفسك مطمئنة وبكرة نفسك مطمئنة، لكن نفس المطمئنة في المرتبة بتاعت النهاردة أدنى منها في المرتبة بتاعت بكرة، ودي مطمئنة ودي مطمئنة. فهمت إزاي؟ يعني مش مراتب ثابتة، ده مراتب مراحل، كل مرتبة فيها مراحل وفيها مصاعب. سبحان الخالق. يبقى النفس تولدت من ظهور القلب بعد التقاء الروح بالجسد. طب وما فين العقل؟ العقل بقى يشرف على النفس ليدرك التكليف. ما هو العقل مناطه التكليف، ما هو من غير عقل مفيش تكليف. فاهم؟ فالعقل لطيفة ربانية تدرك التكليف حتى تأمر النفس بالانصياع على مقتضى هذا التكليف. واضح؟ فإذا انصاعت النفس للتكليف كانت طيعة، وإذا لم تنصاع للتكليف صارت عاصية، فنفسها تلومها فتدفعها باللوم إلى التوبة. يبقى عرفت بالفرق بين العقل والقلب؟ العقل لإدراك، عارف زي بالضبط إيه؟ النفس عاملة زي الموتور اللي بيمشي العربية، والعقل زي الدركسيون حركة القيادة بتوجهها تمشي في أي جهة. الموتور قادر أنه يمشي في أي جهة، يجي بقى قائد السيارة يوجه. قائد السيارة اللي هو العقل، اللي هو يحدد وجهته ويحدد مراده، ثم بعد ذلك يوجه النفس على وفق المراد. هذا هو العقل. أمال إيه بقى السر؟ السر ده روح الروح اللي هو النبي فيها، سر الروحانية المحمدية. يعني لولا سريان شعاع من الروحانية المحمدية في روحي كما ظهرت الروح، لأنه رحمة للعالمين، فهو من حيث الروحانية هو روح الأرواح وسر الأسرار. فهمت بقى كلام الأولياء؟ ما يقول لك روح الأرواح. يبقى السر ده هي المرآة التي من خلالها تنعكس المدد المحمدي إلى سائر الأرواح، فتظهر وتتحرك وتدرك وتعود إلى دليل. ومش كده وبس، ده السر ده نفسه في سر السر اللي هو اللي يسموه الأخفى، يعلم السر وأخفى. والأخفى هو أنك إذا نظرت في هذه الحقيقة المحمدية ما وجدت شيء، وجدت الله عندك، تسمى الحجاب الأعظم، لأنك لم تجد إلا الله. يعني لولا وجود سر الحقيقة المحمدية في منظار روحك ما اطلعت على الله ولا عرفت الله ولا عبدت الله. هو ده الأخفى. فهمت بقى المسألة؟ ده على حسب معلوماتنا وفهمنا الآتي. وقد تسأل غير يقول كلام غير كده، وقد تسألني أنا نفسي بعد سنة وأقول لك كلام غير كده. يعني المسألة كلها والله أعلم. فهمت بقى المسألة؟ فإحنا لا داعي أنك أنت تشغل نفسك بأشياء صعبة. شوف النبي يقول لك إيه، احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعد. لو تقعدش بقى تسأل نفسك في إيه أشياء صعبة عليك، كل الأمر لله. وعشان كده قال لك الصوفي ابن وقته. الصوفي ايه؟ ابن وقته، مشغول. انا دلوقتي ربنا طالب مني ايه؟ اعمل اللي طالبه مني دلوقتي،
لأكون ندمان على الماضي بحيث يكبلني عن أني أستفيد بالحاضر، ولا أكون خائف من المستقبل بحيث أني يمنعني من الحركة بالحاضر. فهمت بقى إزاي؟ ابن وقته. وعشان كده النبي يقول لي احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، كل ميسر لما خلق له. فهمت بقى المسألة؟ لكن في الآخر إدراكك لهذه الأشياء وسؤالك عنها، تعرف إن الإنسان مهما بلغ من علم فالله أوسع وأعلم سبحانه وتعالى. فتكل الأمر لله وتكثر من ذكر الله وتشوف ربك كلفك بإيه وامشي على تكاليف ربك واستقم على ذلك حتى تلقى الله. في أثناء طريقك يفتح لك معاني، يوضح لك أمور، يظهر لك شبهات ويحلها لك في أبواب يسميها العلماء والأولياء المخاطبات والمواقف والمنازل والمقامات والأحوال والواردات. كل دي تطورات في النفس وهي ماشية في سيرها إلى ربك. فهمت بقى إزاي؟ والله تعالى أعلم.